كذلك قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. طيب أيضا أسأل سؤال، هل يمكن تفسيرها مربوطة مربوطة ربط مباشر؟ نعم مربوطة ربط مباشر. أبو مالك: ألم ترى إلى ربك كيف ولو شاء. التحدي وين؟ لو شاء لجعله ساكنا. هل بالضرورة أن تكون هناك معجزة لكي يثبت ظل الشيء؟ الجواب لا، نفس الشغلة، بس لو كانت مدة دوران الأرض حول نفسها تساوي مدة دورانها حول الشمس لبقيت الشمس شاخصة في السماء في موضع لا تبرحه، وعندئذ الظلال التي تتكون ستكون ظلال ثابتة لا تتغير لا تتبدل أبدا. مثال ذلك دكتور، سيارتين يمشي بنفس السرعة بالضبط، ترى كأنها ساكنة، ترى كأنها فسحت الشغلة، شغلة حركة نسبية. وكيف تكون هذه الحركة؟ لاحظ دون الإخلال بنظام الكون، لأن الله هاي الأوربت المدارات على فكرة من هذا النوع يسمى سينكرونايزد أوربت. إذا كان هسه الأقمار مثلا على فكرة الصناعية التي تنقل لنا الفضائيات، الإشارة مع الفضائيات، هذه يسموها جيوستيشنري أوربت، واقفة على ارتفاع 35,000 كيلومتر للعلم تقريبا، 34,000 كيلومتر، واقفة لا في مكان لا تبرحه. كيف لا تبرحه؟ مدة دورانها حول الأرض تساوي مدة دوران الأرض حول نفسها. إذن هذه أوربتس تقرها العلوم بدقة وبحساب دقيق، ولذلك الشمس والقمر بحسبان على فكرة، ودوران الأرض بحسبان، والليل والنهار وتكويرهما بحسبان.